let us mark with pride what has been achieved with the creation of the State of Israel, and in Balfour's own words, a national home for the Jewish people. مرت يوم الخميس الثاني من نوفمبر الذكرى السنوية المئوية لصدور وعد بلفور الذي تعهدت فيه المملكة المتحدة بإقامة وطن قومي لليهود فوق أرض فلسطين، وهو الوعد الذي تسبب بمآسي لملايين الفلسطينيين الذين تشردوا بين المنافي وأشعل فتيل عدة حروب في المنطقة دفعت الشعوب العربية ثمنا باهظا لها، فيما سارع العديد من الحكام العرب إلى تقديم فروض الطاعة لقادة إسرائيل وتعزيز العلاقات والتحالف معهم وعلى مختلف الصعد. بين ثلاث قارات، بين أهم معابر للنقل الجوي والنقل البحري، مثال على ذلك 10% من التجارة العالمية تمر بجوار موقع من خلال البحر الأحمر. وكانت آخر حلقة في هذا المسلسل هي إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إقامة مشروع نيوم على أراضي شاسعة بمساحة 26,000 كيلومتر مربع تمتد داخل الأراضي الأردنية والمصرية وبكلفة تبلغ نصف تريليون دولار. And he's got a lot of money. And a lot of time. لكن وكالة بلومبرغ الأمريكية أشارت إلى موافقة إسرائيل على المشروع الذي يشمل مضيق تيران الذي تعبر منه السفن الإسرائيلية، وهو ما يعني دخول إسرائيل كشريك أساسي في مشروع نيوم أو مدينة المستقبل. ومما يؤكد هذه الشراكة هو قيام ولي العهد السعودي بزيارة سرية إلى إسرائيل وقبل مدة من إعلان هذا المشروع، وكما كشفت وكالة الأخبار الفرنسية. وتأتي هذه الشراكة تتويجا لتعاون استخباراتي وأمني واسع بين إسرائيل والسعودية في الحرب على اليمن، وهو يندرج كذلك في إطار العلاقات المتنامية بين دول الخليج وإسرائيل ومنها البحرين. محمد بن سلمان الذي دمر بلدة العوامية والعديد من المدن اليمنية يسخر ثروات السعودية لخدمة إسرائيل وأمريكا بدلا من أن يعمر المدن التي دمرها في المنطقة.